السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكل أحبابي وأصدقائي ومتابعيني. جاني اتصال يا جماعة من منطقة جنب مني اسمها 48، بيني وبينها أقل من كيلو، في مزارعين عاملين معدية بيعدوا عليها للأرض بتاعتهم وبيشتكوا دايما من وجود تعبان بيلاقوه دايما على المعدية دي، وأول ما بيشوفهم بيخش في الخشب بتاع المعدية اللي هم عاملينها، وبيقولوا إن هو بشكل يومي بيظهر وعامل لهم رعب كبير جدا طبعا في المكان ده. فأنا متوجه اليوم في الطريق عشان نشوف التعبان ده، فدعواتكم معانا إن ربنا يسترها معانا وتابعوا معانا إن شاء الله. هي ده يا جماعه المعديه اللي الناس بيشتكوا منها ودايما بيشوفوا التعبان، واول ما بيشوفهم بيهرب وبيخش في الخشب بتاع المعديه دي. فهنحاول مع بعض نشوف ايه النوع الموجود. مساكم معطول؟ لا لا يا عم سليم، ارجع ورا انت. انت ترجع ورا كده يعني كده. هو تحت مننا. ايوه كده كده وراك الفسل. تمام؟ والله العظيم انا هنغزه كده بحيث ان هو ايه يطلع هنا، بس انا عايزك تيجي ورا منا جمعه عشان تشوفه بس. ماشي، هو كده كده هيطلع من هنا. بص، هو هيطلع من هنا، اول ما يطلع من هنا هنمسكه على طول ان شاء الله. اوعى تضربه بالبتاع يا جمعه. لا بس هو دماغه تطلع من عندك بس لقدام كده، بس خلاص هو جسمه هيطلع دلوقتي. انا امسكه كده ده. خد بالك انت. تمام، ظهر كده. شفت احمد؟ ظهر وراجع تاني، خلي بالك. اصفر ده استاذ. رجع بقى يمشي. هينزل؟ هات ايدك كده. امسك كويس. طور. ايوه بس الله. تعال هنا كده. طبعا ده يا جماعه تعبان ابو السيور، تعبان ابو السيور سمه ضعيف جدا على البشر، مفيش منه اي ضرر. وطبعا انا قلت لهم عليه وهم قالوا لا احنا عايزين نطلعه من هنا، لان هو مسبب لنا رعب، لان هو ساكن في المعديه دي وبيطلع كل يوم يتشمس هنا فوق المعديه، فكل ما حد يعدي على المعديه دي يتخض منه ويتفجع منه، فمسبب لهم رعب ومسبب لهم هنا خوف. طبعا زي ما حضراتكم شايفين، تعال قرب هنا كده. ده يا جماعه تعبان ابو السيور. ابو السيور مفيش منه اي ضرر على البشر، ابو السيور سمه ضعيف جدا. وزي ما قلت لحضراتكم، اللي اضطرينا ان احنا نطلعه واضطرينا ان احنا نعمل كل ده، ان اصحاب الاراضي هنا قال لك لا احنا عايزين نطلعه، حتى لو ما فيهوش سم عايزين نطلعه، لان هو ده مسبب لنا رعب. كل ما حد يجي يعدي من على المعديه هنا بالنهار يلاقي ده يا اما بيتشمس هنا فوق المعديه كده، يا اما بيتشمس في الجنب هنا او في الجنب هنا، فطبعا مسبب لهم رعب. عشان كده قال لك لا احنا نشيل المعديه كلها بس نطلعه. فاحنا طبعا ما شلناش المعديه كلها، احنا شلنا كام خشبه عشان نقدر ان احنا ايه نسيطر عليه. نرجع ناكد تاني يا جماعه، ده مفيش اي ضرر منه، ده مفيش اي ضرر منه، وربنا يسترها مع الجميع يا رب.